يعد التمر من أفضل الأغذية أثناء الحمل، حيث يحتوي على مجموعة من المعادن، من أهمها معدن الصوديوم والكالسيوم والفوسفور، والتي لها فوائد كثيرة على صحة الجنين، حيث يقوي نظره ودماغه، كما أنها تنمي جهازه العصبي وجهازه المناعي بشكل سليم. التمر أيضا يعتبر مصدرا لحمض الفوليك الذي يعد عنصرا أساسيا لصحة الطفل، إذ أنه يساعد على نمو الأنبوب العصبي والذي يتطور فيما بعد ليصبح الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب. ويساعد حمض الفوليك كذلك على نمو قلب الجنين وأعصابه وعضلاته. إضافة إلى ذلك، فالتمر مفيد للحامل نفسها، حيث يخفف من مشكل البواسير والإمساك الذي يعد من أكثر مشاكل الحمل شيوعا، وذلك لما يحتويه التمر من الألياف التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتدعم عمله. كذلك فإن التمر عنصر غني بالحديد والذي يمنع الحامل من الإصابة بفقر الدم، كما أنه مصدر جيد للسكريات الطبيعية التي تمد جسم الحامل باحتياجاتها اليومية من الطاقة. ويعد تناول التمر خلال فترة الحمل آمنا ومفيدا على صحة الأم وجنينها، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى مضاعفات صحية. ويمكن اعتبار أن 2 إلى 3 حبات من التمر كحصة كافية من هذه الفاكهة يوميا.